انا هو اول مغربي اللي غادي يعيش نهار كامل بالسكيات، خاصني ندبر خدمه بيهم ونجيب فلوس بيهم ونتغدى بيهم. دخلوا لاخطر الاحياء، ليتس جو. وقبل ما نبداو الاكشن بغيت نذكركم بالقواعد. القاعده الاولى، ما خصنيش نحيد السكيات من رجلي حتى نكمل المهام ديالي. القاعده الثانيه، لما جبتش فلوس من الخدمه ما غنقدر نشري حتى شي حاجه. القاعده الثالثه، هذا الشيء كامل ما خصوش يفوت 12 ساعه. اول حاجه غادي نديروها هاد النهار هي غادي نمشيو نقلبوا على خدمه، حيت بلا خدمه ما كاينش فلوس، دونك ما فيهاش الغداء. درك وصلنا لهاد السوق وغادي نحاولوا ندخلوا نقلبوا على خدمه. بغيت نخدم وراهم عندي هاد السكيات وخدمه ماشي. كنقلب على خدمه، ما كاينش خدمه معاكم ياك؟ كاين شي خدمه معاكم هنايا؟ حيت كنقلب وما لقيتش خدمه. الحياه ماشي سهله. وبالصدفه تلاقيت واحد منكم يلا خارج من المدرسه بالطابليه ديالو، سولته وعطاني الجواب اللي كنقلب عليه. توصل السلعه. وهنا غيكون عندنا تحدي جديد اللي هو نلقاو شركه ديال توصل اللي غادي تخدمنا معاها بالسكيات. دخلت الانستغرام قلبت على اقرب شركه، جبت العنوان ديالها وغادي نمشيو عندهم. وبعد 3 سوايع ديال المعاناة وحنا كنقلبوا على خدمة، أخيرا لقينا وحدة وغادي نجربوها على أمل نربحوا منها فلوس. وبعد ما وجدنا الماتيريال كامل، جي ليا الساك هنايا، غادي نكونفيرميو البرودوي باش نشدو طريقنا. نعول عليك. ودروك ما يبقى لنا غير اللي فيريو هاد البرودوي المولات، وفي مده 15 دقيقه ما تخيلوش شحال عييت. جلست هنا سارح شويه وغادي نكملوا على المهمه ديالنا. عطاوني غير الجهه، ما عطاوناش العنوان بالضبط، والرقم كنتصل به وما كيجاوبش، وهذه في حد ذاتها مشكله كبيره، حيت لما وصلتش في الوقت ما غاديش نتخلص. ولكن شوف ما غاديش نسلمو. يو لزامي ولزاميات ديالنا قالوا لي حداها سوبر مارشي ومدرسه. قدرت نوصل لواحد البلاصه كتشبه البلاصه اللي قال لي عليها الباترون، دونك غادي نسيو زهرنا وصوني لديك النمره. وعلى الله على الله تكون هذه هي البلاصه اللي غادي نسلم فيها البرودوي ونشد فيها الفلوس. هربانة بزاف. شكرا بزاف لهاد السيد حيت امن بينا وخلصنا. وبعد ما وصلنا واحد الطلبيه وتخلصنا من عند الباترون، صراحه راني ميت بالجوع وراه وقت الغدا، ما كاينلاش نبقاو نهضروا. يلا ودروك رانا هاملين في هاد الدروبه كنقلبوا على واحد الفراس سميتو با الحسن، قلت عنده الماكله واعره وغادي نمشيو نجربوها ان شاء الله هاد النهار. حنا وصلنا هنايا الفران اللي قالوا لنا عليه، غادي ندخلوا نكتشفوا. الصراحه انا فاش دخلت تصدمت بالشكل والريحه والناس اللي كاينين في هاد الفران. المهم هو البلان اللي دومو بينا
الدجاج محمر هنايا بالزيتون طايب في الفران. غادي نجربوه ونقول لكم كي داير. الهرج والروينه واخا هكا البداخ كاين دروك عندنا مهمه اخرى غادي نديروها. المهم دروك غادي نهضر غير بشويه حتى دخلنا لواحد البلاصه اللي كيقولوا فيها اخطر الاحياء في هذه المدينه، دونك غادي ندخلو نكتشفوها ونشوف واش بصح اخطر الاحياء وفيها ناس كيكريسي وكذا او لا غير مجرد اشاعات. بس نسرح هنايا شوفوا شوفوا معا لقينا هنا لهذا المشيش ولقينا هنا قرعة في الشراب احتمالية تلقوا شي واحد سكران في هذه الجهرة كبيرة وبالصوت فاتحنا في السيناريو اللي كنا خايفين منه. ما خلتش شوية الصوالح صعوبة هنا. لا يا ما حسبناش اخانت. كما خرجوش من الناس دارو. نروحو ما تدخلوش لشي جهة بلا ما تعاود الله خرجنا امينين من المدينه القديمه بعد ما كنا دخلنا لواحد الدرب تلاقينا فيه واحد السيده قالت لنا هاد الجهه هذه خطره بزاف فيها واحد السيد تهضر مع هضره زوج كيجبد السيوف. حنا نوصلوا لنهايه ديال الفيديو ما تنساوش توصلوا لنا هذا الفيديو 3000 لايك وتدخلوا عندي الانستغرام غادي ندير لكم مفاجاه.